السلام عليكم. اليوم نروح لولاية طارف، وبالضبط في منطقة كدية دراوش التي تقع على الساحل، لنقف على الأشغال نتاع المحطة نتاع تحلية مياه البحر. إذا منطقة كدية دراوش في ولاية طارف، وأنا نشوف أرضية اللي راح يكون فيها المحطة هذه هنا بجوار المحطة الكهربائية لإنتاج الكهرباء هنا. هذه هي المحطة تاع إنتاج الكهرباء نتاع إذن كدية دراوش، وبين هنا نشاهد الموقع نتاع المحطة لتصفية أو لتحلية المياه اللي راهي قيد الأشغال الآن. الصورة تعتبر قديمة، تعود إلى تقريب سنة. إذن الأشغال كان مازال ما انتهت، ما انطلقتش. إذا نروح نشوف الصور نتاع المشروع هذا نتاع التحلية تاع مياه البحر في منطقة كدية دراوش بولاية طارف، واللي عنده سعة إنتاجية تاع 300,000 متر مكعب يوميا. إذا وفي هو يعني مشروع يعني تابع لسلسلة من المشاريع على طول الساحل الجزائري على امتداد يعني 1200 كيلومتر، فيه عدة محطات لتحلية مياه البحر أغلبها بسعة نتاع 300,000 متر مكعب. إذا أترككم تتابعون هذا الصور، يعني آخر الصور التي تعود إلى الأسبوع هذا حول الأشغال نتاع المحطة نتاع تحلية مياه البحر. إذا أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.